السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. تنتمنى انكم تكونوا لاباس سورتو مع هاد الحرارة اللي كاينه هاد الايام. اليوم غادي ندير معكم واحد جوج وجبات ضروري ما تنديروهم فصل الصيف، حيت فريمون ما تنبقاوش نقدروا كاع ناكلوا المرقه. دونك بالنسبة للوجبة الاولى هي ديال سباغيتي بلا صوص طوماطو الكفتة. دونك هنا خديت جوج ديال المطيشات حكيتهم في الحكاكة الغليظة في مقلة، غادي نزيد عليهم واحد الضريس ديال الثومه يكون كبير نيت، الا ما كانش كبير دونك جوج ضريسات صغار. من بعد غادي نزيد زيت العود، شويه ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الكونسيرف. غادي نشعل عليهم العافيه وندير الملح على حسب الذوق. شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره تقريبا معلقه صغيره، شويه الكمون، غادي نحرك هاد العناصر كامله. وغادي نزيد واحد الربيع كاس ديال الماء ونخلي كلشي حتى يتشحر غير واحد شويه، غادي نزيد عليه الكفته. دونك كيف تشوفوا هي داك لاصوص ديالي بدات تتختار واحد شويه وتشحرات. دابا غنزيد على هذاك الطريف ديال الكفته اللي عندي ونحاول نفتتو مزيان، يعني خصني نخليه طريفات صغيورين باش هكا يتخلط ليا مع صوص طوماط. هنا الكفته راه فيها العطريه، من بعد غادي نزيد عليها العطريه ديال لي باتو ديال الرز، راه تتباعو في الاسواق، تجيبها لذيذه بزاف. هادو اختياريين، يعني اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليهم. دونك تشحرات ليا دابا الكفته مزيان مع ديك لاصوص، شتو كيفاش ولات خاطره وزوينه. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي ندير فيها الماء وشويه الملح باش نسلق فيها السباغيتي ديالي. دونك من بعد ما غلى الماء قسمت السباغيتي على جوج ولحتها في هذاك الماء باش طيب، راه تيكونوا دايرين في لابواط ديالها شحال ديال الوقت خاصها باش طيب. بغيتو ديروا معاه واحد القطيره ديال الزيت هكا باش ما تلصقش ليكم، سينو انا ما تنديرهاش، ما اون فوا تنحطها هكا في الماء تنحركها وما تتلصقليش. بالنسبه للوجبه الثانيه غنديروا كغطان ديال البطاطا والكفته. قطعت البطاطا على هذا الشكل درتها في الماء وغنزيد معها تاع الملحه ونخليها حتى تسلق مزيان. غناخذ كاسرونه اخرى غادي ندير فيها بصيله شلتها، زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه البزار، غنحرك هاد البصيله مع دوك التوابل اللي درت ونخليها تهبط لي واحد شويه. من بعد ما تشحرات ليا واحد شويه غادي نزيد عاوتاني طريف ديال الكفته، الكفته على حسب القياس اللي عندكم، يعني ما كاينش شي مقدار محدد.
غادي نحاول تا نفتتها مزيان باش تخلط لي مع البصيلة. من بعد غنزيد شويه ديال التحميره باش هكا تعطيني لا كولور، واخا الكفته فيها لي قامه مي ضروري من شويه ديال التحميره. درت هنا لا بودغ ديال البصله، بودره البصل، ودرت عاوتاني لي زيرب دو بروفونس. غنخلط هاد العناصر كامله ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. دائما حاولوا تفتشوا داك الكفته مزيان باش تدخل لها لقامه وتخلط لينا مع البصله. دونك من بعد ما طابت ليا هكا الكفته واحد شويه، زدت عليها التوابل ديال الكفته، حتى هادو اختياريين، يعني اللي ما عندوش هاد التوابل هادو ديال المحلات التجاريه يستغنى عليهم، ماشي بالضروره، راه غير العطريه ديالنا كافيه، غير هما تزيدوا واحد شويه ديال اللذه. دابا غادي ندوزو لا بيشاميل. دونك خديت معلقه كبيره ديال الزبده، درتها في كاسرونه، غادي نشعل عليها العافيه ونخليها حتى تذوب. غادي ندير معلقه ونص كبار ديال دقيق الفرص، دقيق الابيض، غادي نجيب لو فوي ونخلطهم مزيان هما وداك الزبده حتى تجمع ليا بحال الكويره. كيف تتشوفوا هكا هي تجمعات. ودابا غادي نجيب واحد الكاس ديال الحليب وغادي نخوي عليها وغادي نبدا نخلط مزيان مزيان، ما نتوقفش على التحريك حتى يذوب لي داك الطحين كامل والزبده في هذاك الدقيق. ملي يذوبوا لي تماما ديك الساعه انا غنبدا نتحكم في الليونه في ديال الخليط ديالي. دونك الا بغيتوه يبقى قاصح غادي تحبسو، الا بغيتوه يجرى اكثر يعني يولي سائل اكثر غادي تزيدوا مازال شويه الحليب وتستمروا في التحريك حتى توصلوا للدرجه اللي بغيتو ديال يعني ديال كيفاش يكون سائل. كيف تشوفوا هانتوما هو تقل لي الخليط، هنا زدت فيه شويه الملح وشويه ديال البزار. جبت هاد الطبيصلات هادو اللي تيدخلوا للفران هما اللي غادي ندير فيهم سباغيتي، يعني وليداتي غندير لهم كل واحد لاباغ ديالو بوحدها. غادي ندير واحد الكميه ديال سباغيتي في كل اسيت، دونك غادي تجي سباغيتي غراتيني يعني بحال الشكل ديال الكغاتان. من بعد غادي نلوح عليها لاصوص ديال ماطيشه والكفته اللي صوبنا قبيله. لا ميم شوز في لوطخ اسيت. ومن بعد غندير اون اوتر كوش ديال الفرماج. وغادي نعاود ندير طبقه اخرى ديال السباغيتي هكا باش تجينا لاصوص موزعه على السباغيتي كامله، سينو الا درنا حطينا سباغيتي ودرنا فوق منها لاصوص ما غاديش تجي شاربه لينا لاصوص. دونك هكا احسن لاصوص الوسط والفوق باش فين ما هزيتي شي معلقه ولا شي فورشيت تلقايها فيها لاصوص. وغادي نعاود ندير طبقه اخرى ديال المطيشه والكفته. فهاد الاثناء الفران ديالي راني شعلتو على 200 درجه لان كلشي طيب، خاص غير الفرماج ديالنا يذوب والمكونات الاخرى تسخن. صافي بقات الايطاب الاخيره ديال الفرماج. وغادي ندخلهم الفران وندوزو نديرو الدغيساج عاوتاني ديال الكغاطان الاخر.
هنا خديت عاوتاني واحد الطبسه ديال الكغاطا انديفيديوال، يعني ديال شخص واحد ولا كاع جوج الاشخاص. غادي نحط فيه داك البوم دو تيغ، داك البطاطا اللي قطعت وسلقتها في الماء والملحه، ندير طبقه من البطاطس، طبقه ديال الحشوه ديال البصله والكفته اللي شحرنا توطالوغ، وغادي نخوي عليهم شويه ديال لابيشاميل. نمسحو شويه داك الروينه، ومن بعد نديرو طبقه ديال الفرماج. غنبقاو مستمرين بنفس الطريقه، يعني البطاطا ما تخليوهاش تسلق يعني بزاف حتى تبدا تهرس ليكم. انا رهنا فوت فيها شويه طياب، نسيتها، ما كنتش مساليه، كان عندي شي حاجه، دونك خليتها تبدا تتهرس، يعني غير تحسوا بها صافي تسلقات. بركه عليها. عاوتاني درت اون كوش ديال الكفته والبصله، ولا كوش ديال البيشاميل، شفتوا لا كونسيستانس ديال البيشاميل كيفاش جات. انا تنبغيها هكا، ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش عاوتاني جاريه بحال الحليب، دونك هكا نتوما غتحكموا فيها بالزياده ديال الحليب. ونعاود ندير البطاطا، صافي حتى نكمل لك غطا ديالي كامل الكفته، واخر ايطاج البيشاميل والفرماج. اللي بغى يخلط الفرماج غابي مع البيشاميل راه تيجي زوين، ولا حتى الفرماج مربعات ولا مثلثات ذوبوه مع البيشاميل فاش تكونوا تطيبوه، حتى هو راه تيعطي مذاق زوين. والطبقه الاخيره ديال الفرماج غابي، وغادي ندخلهم حتى ندخلو حتى هو الفران مع لي كغطان اخرين ديال السباغيتي. وهي النتيجه النهائيه من بعد ما خرجتهم من الفران، ها نتوما تتشوفوا كيفاش تيجيو، فريمون تيشهيو بحال اللي جالس في شي مطعم، يعني تتغدى ولكن تدرتيه في دارك وعارف راسك كيفاش طيبتيه. هذا ديال البطاطا اللي درنا، وانتوما كيفاش تيجي معلك وزوين. وهادوك ديال سباغيتي، جيسبر فريمون ان هاد جوج وجبات يكون عجبوكم وتجربوهم لوليداتكم، ولا حتى ليكم نتوما في هاد الصهد هذا ما تنقدروش على المريقه. دونك لي عجبتو الوصفه ديال اليوم، ما ينساش يضغط